السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قولوا لي. معكم عبد المجيب. بقدر الامكان راح اصغر الموضوع, اضغطه عشان ما يصير طويل لانه يحتاج تفصيل اصلا. هو اليوم معنا وش من جديد؟ طبعا راح اتكلم عن مستقبل لينكس, لانه في ناس قاعده تتساءل عن الحركات اللي صارت مؤخرا. واحده من الحركات اللي صارت انه باش زائد ويندوز, باش دخل على ويندوز. باش اللي ما يعرف باش, انت لما تفتح التيرمينال تبدا تتعامل مع البتاع هذا اللي يتعامل معك هو باش. ماشي. طيب ناخذ شوي شاي. هذا طلع قهوه. طيب باختصار شديد عشان انا ما اطول الموضوع, وتكلم طبعا عنه كثير, بس انه في اسئله تجي كيف ترى مستقبل لينكس, وكانكم قاعدين تتكلمون مع احد فلاسفه الاغريق. ماشي. بس راح اعطيكم يعني وجهه نظر شخصيه, ما راح يتغير شيء, لا راح يزيد ولا راح ينقص. ترى خلاص انتهى الفيديو. اذا انت تبي الجواب المختصر خلاص, انا خلاص انتهيت. روح اذا تبي تفصيل قاعد. طيب خلونا نتكلم عن اول ظهور له, السبب اللي ظهر. طبعا ليش طلع؟ لانه ضد الاحتكار, وحاب انه الشخص اللي طلع الحركه هذه انه يقدر انه يبرمج, يقدر انه يفتح الشفره المصدريه ويشوف ايش اللي موجود. الاربعه اسباب هو وضعها اللي هو ريتشارد ستولمان. اول شيء ابي اشغل البرنامج حقك او السوفت وير حقك او الحزمه حقتك او اي شيء كان باي طريقه احتاجها اشغلها باي مكان. واحد. اثنين, البتاع حقك هذا اللي انت اعطيتني اياه يحق لي اني اطلع على المصدر. ثلاثه, يحق لي اني اوزع المصدر هذا او هذا البرنامج على اي شخص. اربعه, يحق لي اعدل واوزع نسختي المعدله. طبعا اذا باخذها بريتشارد ستول من طريقه صفر واحد اثنين ثلاثه مصفوفه, ما علينا. هذا باختصار. هذا هو الهدف اللي طلع, لا ظهر عشان ماده, لانه هو لانه ما كان عنده هدف مادي انه يكتسب شيء من وراه. لذا عليك احنا قاعدنا لا ماده قدامنا ولا شيء, بسبب انه ما في مكاسب ماديه من وراء هذا النظام. كل شيء اللي تشوفه قدامك مبني على تطوع ومبني على مساعدات ناس كثير وشركات تدعم لأسباب شخصية, وشركات تدعم لأسباب برضو مادية تدعم ردات داعم الموضوع بشكل كبير. بس شهادات عندها ردات شهادات وعندها دعم بفلوس وإلى آخره. فردات أصلا ما دعمت اللي سوى دعيونا مثلا, دعمت الموضوع علشان تبغى تكسب مادة من وراه, مع أنها دعمت بشكل كبير. طيب بعدين راح نشوف شغله بسيطه, ليش ما راح يطلع فوق وليش ما راح ينزل تحت. المجموعه المؤيده لهذا النظام هم عباره عن مجموعه محدده ومعروفه وفكرهم واضح, ونادر تلقى. طبعا اتكلم عن المجموعه المؤيده, ما اتكلم عن المجموعه اللي استخدم النظام لاسباب ثانيه, زي مثلا شخص دارس النظام ومضطر انه يتعامل معه, او شخص انه حاب زي ذولا حقين كان لينكس. طبعا لما اقول ذولا حقين كان لينكس اقصد الناس اللي معلي شكل غلطت على احد, بس اقصد الناس اللي تتوقع انه اذا استخدمت كان لينكس يصيرون خطيرين ورهيبين. اوكي, طلعونا من هذولا. تمام, اتكلم عن الناس اللي حابين فكره النظام وحابين مبدا النظام وحابين التعاون اللي موجود فيه وحابين الحريه اللي موجوده فيه. اوكي, هذول اتكلم عنهم. هذول نسبتهم ثابته في كل زمان ومكان, حتى قبل ما تطلع النظم من ايام 2000 قبل الميلاد. هذول المجموعه موجودين, انهم حابين يكونون حرار زي ما هم, ما حد يتحكم فيهم, ما حد يتسلط فيهم, كل موجودين من زمان. بس هذول عباره عن نسبه ما تشكل المجتمع كامل, نسبه بسيطه. لذلك انا اقول لكم النسبه هذه مهما زاد عدد السكان مثلا او زاد عدد المستخدمين, يعني لو قلنا عندنا 1000 مستخدم فيهم نسبه 20%. اوكي, 20% من 1000 عباره عن 200, صح؟ صح. لو قلنا 10000, اوكي, هي ال 20% هي ال 2000 ما زادوا, هم نفسهم. انا اتكلم عن نسبه ما اتكلم عن عدد. لذلك في بعض الدراسات وبعض المواقع نبحث عنها يقول لك واو زاد, ما زاد شيء. انت احسب النسبه, النسبه نفسها ثابته. اوكي, احسب عدد المستخدمين اللي صاروا. بالعكس الان المستخدمين سابقا كان في ناس ما يفهمون لا بحريه ولا غيره, بس يقول لك النظام رهيب ما يعلق ولا في فيروسات, خلي 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 هنا, لانه هو شخص بس كذا. اوكي, الشخص هذا اختفى الان, غير موجود المستخدم هذا, لسبب انه ظهرت الاجهزه الذكيه, واساسا كان استخدامه للتوب او الجهاز المكتبي انه يحمل اغاني ويحمل افلام ويشوف اليوتيوب بس. فهذه كلها متوفره بالاجهزه الذكيه, لذلك هذا المستخدم الان نقص, غير موجود. بيتنا ناخذ مثال, بيتنا كان فيه جهاز مكتبي مدري كم واحد, وكان فيه لابتوبات وكان فيه كل شيء. الان ما حد فيه لا جهاز لابتوب ولا ما فيه, الا انا واخوي عشان عنده شغل بس. لو ما عنده شغل باللابتوب عشان شغل عمل ما اشترى لابتوب. البقيه كله مجهزه ذكيه. هذا كلام ينطبق على الجميع, لكن النسبه ما زالت موجوده اللي يتكلم عنها, نسبه عشاق الكمبيوتر وهواته ودارسي الكمبيوتر
والفئه هذه اللي قلت لكم عنهم اللي هم حابين الحريه والشغلات هذه، فما راح يتغير شيء صدقوني، ما راح نطلع فوق ولا راح ننزل تحت مهما صار ومهما انتشر. بس يوما ما راح تجي شركه محتكره وسخه بدون ذكر اسمه وتبلعنا كذا. ليش؟ لان ما معنا فلوس، احنا ما عندنا شيء، احنا على باب الله والله العظيم شايفين. فهذا كل خلاصه الحديث، طالما ان هذا النظام الشركات غير مهتمه في الربح المادي من وراء ما راح تجي، فانا ايش اربح ماديا اذا دعمت لينكس؟ ما لا رابح شيء. لكن لما انزل برامجي على نظم اساسا تدعم فكرتي الماديه زي ويندوز وماكنتوش مثلا راح انبسط. ليش؟ لانه هذول اساسا فارضين على المستخدم قيود، وانا قيدي راح يكون ضمن هذه القيود. لكن ما تقدر شركه زي مثلا ادوبي انها تنزل برنامج الفوتوشوب تقول فوتوشوب نسخه لينكس. الشخص اللي مؤمن بمبدا الجينو لينكس اساسا ما راح يفكر في يركب البرنامج. شيل يا عمي روح عندنا جيمب. طبعا هذول المستخدمين اللي اتكلم عنهم، في مستخدمين ثانيين قاعدين يحاولون قدر الامكان يشغل فوتوشوب ونجيب واين ما يشتغل زين. طيب راح اركب في جيمب يا شيخ وفك. ناخذ شويه شاي. المهم هذه خلاصة درسنا أو خلاصة حديثنا اليوم، أنه النظام ماشي على خط واحد، لا راح يطلع فوق ولا راح ينزل تحت، والفكر هذا موجود وراح يمشي بنفس السيناريو ما راح يتغير. أوكي، مهما صارت التقنية ومهما تغيرت. في طبعا محاولات الآن مثلا قلب نظام الأندرويد النظام حر، وأنا شخص من المؤيدين للفكرة هذه وأساسا جربتها، بس طلع جوالي ولا شيء بصراحة. ما أنا بقاعد ألعب عليكم، جوالي طلع ولا شيء. بتقول لي ليش؟ بقول لك لأنه أفتح الجهاز صحيح وناس عندي قارئ ايميل وعندي اس ام اس واقدر اتصل، بس ما عندي انستغرام، ما عندي تويتر. طبعا في تويتر، طبعا تويتر استثناء، بس ما عندي انستغرام، ما عندي فيسبوك، ما عندي لاين، ما عندي كاكاو، ما عندي واتساب، ما عندي شيء، ما عندي شيء. قد الحالي صحيح في وسائل، في بالتليجرام اوكي، لكن قد الحالي بالتليجرام. ما في عندي بالتليجرام يا ناس. ايش الكلام هذا؟ لذلك كنت مضطر انك تتنازل عن حاجات معينه، لان الناس ماشي كذا. اوكي، في اشياء شخصيه خاصه بك انت تقدر تقول خلاص انا الوحيد موجود بالنقطه هذه. يعني انا الشخص الوحيد مثلا بالبيت اللي يستخدم مثلا لينكس بشكل مكثف، وانا الشخص الوحيد بالبيت مثلا اللي ما عنده مشكله انه اذا فتح مستند وورد مثلا يشوف مخربط عادي عندي، اهم شيء اقرا النص واقفله. لكن في ناس ثانيين لا، اوه ليش كذا ما فيه، ما بزين. تختلف الافكار وتختلف النظريات. 7 دقائق ونص تكلمنا عن هذا الموضوع، اشوفكم ان شاء الله في درس ثاني قريب بعد هذا الفيديو ان شاء الله. حلو، يلا مع السلامه.